أحسن الله إليكم. تقول في آية في سورة البقرة عندما قال إبراهيم، عندما طلب إبراهيم أن يريه الله كيف يحيي الموتى، لماذا طلب من الله ذلك؟ ألم يكن مؤمنا بالله؟ هل في شك؟ هل يوجد شك في قلبه؟ كلما قرأت هذه الآية أبرر لنفسي. الجواب في الآية، في الآية، لأن الله جل وعلا قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام عاش في فترة يعني كان فيها عبادة الهياكل، وكان فيها شيء من العلم وكذا. فإبراهيم طلب أن يرى، أن يرى عين اليقين. اليقين يراه عينا، لأن هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده علم اليقين وعنده حق اليقين، لكن أراد أن يرى بعينه اليقين، أراد أن يرى بعينه اليقين. فهو عنده إيمان وعلم بأن الله عز وجل يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير، لكن ينزل عليه الوحي وجبريل، فأراد أن يرى هذا الشيء الذي يحييه الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. لذلك الله عز وجل أعطاه هذا. ولو كان إبراهيم وقع في يعني الشك ما أعطاه الله هذا. ولا يمكن أن يتصور أن نبي في مقام إبراهيم عليه السلام أنه يشك في الله أبدا. لذلك من يقول بأن الأصل الشك ثم اليقين، هذا مخالف للقرآن، مخالف للسنة، ومخالف للإجماع. بعض الناس يقول: لا، شك أولا ثم تيقن، ويستدل بهذه الآية. هذا غير صحيح. إبراهيم عنده علم اليقين وحق اليقين، علم اليقين وحق اليقين، لكنه أراد أن يرى عين اليقين بعينه، فأعطاه الله هذا تكريمة له. نعم.